كابتن بلال، بنتكلم على الايجابيات النهارده، سواء على الشق الدفاعي على المستوى الدفاعي او الشق الهجومي. لا طبعا، يعني النهارده انت كسبان 4-0 كابتن علي، فعندك ايجابيات في الناحيه الهجوميه، ايجابيات في الناحيه كويس في الناحيه الدفاعيه. النهارده 4 اهداف، صنعت فرص كثيره جدا جدا جدا، تستحق من خلال ادائك الهجومي انك انت تكسب اكتر من كده بكتير جدا. 6-7 مستريح جدا. لو في بعض اعتنى ببعض الفرص او بعض الحاجات اللي كانت ممكن تصنع فرص اللمسات الاخيره ما قبل الفرصه، يعني كان ممكن تسجل اهداف اكتر من كده بكتير. فبالتالي انت ادائك الهجومي النهارده اداء جيد، يعني 3 اهداف النهارده، ونسني على كهربا النهارده مسجل، بكام على كهربا مسجل 3 اهداف، يعني نسني عليه هاتريك النهارده، مباراه جيده، عوده جيده قوية بالنسبه لكهربا، عوده قويه بيثبت كل مباراه بيلعب فيها. صحيح. ان هو لعيب مجتهد جدا 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 جدا. كهربا انا بقول مجتهد لانه بيجتهد يعني طول الفتره اللي فاتت، تمام، بينزل كل مباراه بيحاول يطلع اقصى جهد عنده، ما بيبخلش الجهد داخل الملعب، حتى لو لعب 45 دقيقه، لعب 50 دقيقه، لعب 60 دقيقه، لعب 30 دقيقه، الجزء او الوقت اللي بيلعب فيه من الجيم بيأدي الحقيقه اداء رائع جدا. صحيح. وبيوفق فيه من فضل الله سبحانه وتعالى. فالنهارده انا بوسني كهربا، لو هتدي مان اوف ذا ماتش هندي لكهربا مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري الشخصيه. بس انا عايز اسالك سؤال في النقطه دي، احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده اول ما جه كهربا، فقلنا ان يمكن هو عشان مشتاق قوي للملعب، فالبدايه هو كان مستنيها باي طريقه، لكن كهربا بيثبت زي ما انت بتقول كل مباراه بيجيد فيها، كل وقت بينزل فيه بيجيد فيه، بقى مش عايز اقول لك ان هو يعني هو لعيب هداف حقيقي. يمكن مثلا لو جات له 3-4 فرص بيجيب منهم 2. فكهربا بعد غياب سنه تقريبا كامله حقيقي يرجع بالشكل ده؟ بص، موضوع محتاج مثابره كبيره، محتاج مجهود كبير جدا، محتاج انك فعلا تقف عند لعيب عنده موهبه. هو كهربا عنده موهبه كويس، لعيب موهوب يعني. أي. هو طبعا يعني كهربا في الوقت الحالي اصبح عنده نضوج كبير جدا، يعني كان الاول لما اتفرج عليه بيعمل مجهود ويبذل ويرقص ويطلع على الخط، النهارده بقى يعرف يتحرك كويس قوي، بيعرف الكره هتيجي فين. خد بالك من ضمن الحاجات الجيده في اللعيبه اللي عندها خبره، ان يبقى عارف امكانيات كابتن ايمن ايه، عارف امكانيات كابتن عادل، كابتن اسامه ايه، تمام، عارف امكانيات، عارف ان اسامه ده تمام لما هيرقص يلعب الكره على الزاويه القريبه، عارف لما هيروح ممكن يقعد بنالتي، تمام، عارف لما هيروح مثلا ممكن يشوط اعمل فولو. فدي بتبقى حاجات من ذكاء اللعيب وخبراته طبعا ومدى درايته باللعيبه اللي حواليه. هو النهارده كهربا عارف بيتحرك ازاي، والتوقع كمان يا كابتن، يعني الهدف الاول توقع ان الكره ممكن مظبوط تروح، يعني انت كراس حربة خد بالك تبقى عندك الحاسه طبعًا. دي ان ممكن كابتن ايمن هو بيشوط، طب لو شاط تقلش هتقلش تروح فين؟ مظبوط في الحته دي. صح. فيكمل. صح. فيجيب جول، فاهم قصدي؟ طيب بيرسي توال ممكن يلعبها مره واحده، اه ممكن يلعبها فيحطها لي، عنده الحس التهديفي. تمام. في واحد تاني يقول لك لا خلاص انفراد فخلاص مش مهم، ممكن ما يبصيش، يعتمد على نفسه. لكن في لعيب عارف ومقدر وعارف التوقيت الصح وعارف امتى الكره تتباص وامتى تتلعب، عشان كده التحركات بتاعه راسات الحربه بتبقى تعتمد على لعيب عنده ذكاء، يعني لعيب يعني بخلاف الموهبه طبعا ذكي جدا في الملعب، ذكي جدا لانه عارف قدرات زمايله، ذكي جدا لانه عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه، ذكي جدا لانه عارف كمان امكانياته ايه، انا نفسي امكانياتي ايه، هشتغل عليها، هستلم فين، هستلم امتى، اتحرك ازاي، تمام، امتى العبها وان تاتش، امتى صايت نفسي في الحته دي، امتى البوزيشن ده هل ممكن اجيب منه جون ولا لا، تمام. دي حاجات مهمه جدا جدا بالنسبه لراسات الحربه.